الأطفال سنحقق لكم محال ونهزم الأعداء في ساحات القتال سنلقي للأشرار دروسا في معالي النضال فنحن فرسان الميزان فيروسات تبيد الأرض والحياة بعزم من حديد سنواجه الطغاة أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة ويلناكم يا أعداء الحياة نحن هنا جيوشكم لا لن تمر نحن الحمى لحمنا قاس ومر بنزالنا سنريكم ما لا يصر نحن هنا جيوشكم لا لن تمر نحن الحمى لحمنا قاس ومر بنزالنا سنريكم ما لا يصر الخير دوما في النهاية يصر سأخذ استراحة إلى أن تكتشفوا أين نحن ربما نستطيع أن نتبع أثار أقدامنا للعودة لا نستطيع الريح تعصف بالرمال طول اليوم ستكون الآثار قد اختفت الآن علينا أن نفكر بشيء آخر أوافقك الضياع مشكلة والأسوأ أننا لا نعلم إلى أي اتجاه نذهب أستاذ أنا أعلم أين نحن ببساطة عدنا لنقطة البداية هذا مستحيل قطعنا أميالا عديدة سنثبت ذلك هذا وكر العقارب الذي مررنا به مستحيل والعصا التي لعبنا بها لكن آثارنا اختفت هناك شيء مريب هل لسعتكما العقارب؟ كنا حذرين من المحتمل أننا كنا نمشي في دائرة هذا رائع كل ذلك المشي بلا فائدة يبدو أن علينا أن نقطع تلك الكثبان علينا أن نتبع تلك الفيروسات التي واجهناها حتى لو اضطررنا للوصول إلى قلب الصحراء ألا تستطيع إقناع الفتاتين؟ جورج معه حق نحن جميعا مرهقون وكاد الماء ينفد من المستحيل أن نتابع حسناً سنجرب هذه المرة ما بكم؟ هيا استعدوا رأي الأغلبية لحظة هذه المرة سننقسم إلى ثلاث مجموعات لمضاعفة فرصة النجاح فكرة جيدة إن سلكنا ثلاثة اتجاهات مختلفة إحدى المجموعات ستجد شيئاً بالتأكيد أنا ونيلا سنذهب مع مالونغ الصغير ديفيد أنت ستذهب مع جورج وباكي أليس أنت ستذهبين مع زوري أرجو أن تكوني مستعدة جاهزة؟ يا له من محظوظ وكأنني بحاجة لمنافس جديد زوري شكرا لا أفهم لقد اجتمعنا مجددا يبدو أننا لن ننفصل وكأن الشمس تدور حولنا وبدأت المؤن تنفد والماء أيضا كاد الطعام ينفد انظروا أرجوكم فلنعد للقرية لا الظلام سيحل قريبا سنعود للقرية غدا أيها الشباب لنبدأ التخييم هنا في قلب الخلاء نعم جورج أعلم أننا مكشوفون لديك خطة أفضل؟ أتشعرين بالدفء هكذا؟
السماء جميلة في الليل، أليس كذلك؟ فالمشهد يشعر بالاطمئنان. نعم نيلة، لكنني قلق عليهم، إنها مسؤولية كبيرة وهم صغار. حماية الكوكب عبء كبير، لكنني متأكدة من إمكانياتهم. عندما ينتهي كل هذا، أتمنى أن يعودوا شباباً عاديين كما كانوا في السابق. وأنا أيضاً. هذا هو التحدي. أليس مبهورة بزورا؟ نعم، أصبحا مقربين بسرعة، أولسنا مرئيين؟ الجو بارد جدا. لفي نفسك بتلك البطانية وحاولي أن تستلقي. النجوم رائعة وجميلة جدا. هناك أشياء عديدة جميلة في الصحراء. إن انضممت لنا ستجبر على المغادرة. إنقاذ الجنس البشري من الانقراض سبب كاف لترك هذا كله ورحيلي. هل تركت أنت شيئا ما أليس؟ لا أعتقد. آسف إن كان سؤالا شخصيا. لقد أدركت شيئا الآن، النجوم يا زوري. ماذا عنها؟ النجوم. فكر بها، الرمال تتحرك لكن النجوم تبقى مكانها. صحيح، هذا يعني أننا نستطيع استخدام النجوم كدليل. محقة، لكن قد نضيع في الليل، لهذا أراد الأستاذ أن ننتظر حتى الصباح. لا يمكن أن يرفض لي طلبي. هلا أخبرتني كيف استطعت إقناعي بالنهوض؟ هذا سهل جدا، فعندما آمرك لا تتردد. لست جورج الذي أعرفه، أين قوتك ها؟ يا قوي، لقد قفزت عندما نادت اسمك. إننا نحرز تقدما. هذه هي نجمة الشمال، عمل جيد أليس. كل ما علينا فعله هو التوجه نحو الشمال. هيا بنا فلنتابع. لقد وصلنا وأخيرا خرجنا من الصحراء. لقد كنت على ثقة بك دائما أليس. ماذا؟ أنت تمزح، أنت الذي أردت أن تبقى مكانك حتى إنك شكوتها لوالدي. شكرا، أفسدت خطتي. لا بد أننا في جهة الشمال الشرقي من الصحراء، لكن لا أعلم أين بالتحديد. أتعتقدين أن الفيروسات هنا؟ إن كانت هنا سنعرف ذلك. أظن أنها اتبعت النجوم كما فعلنا. هاي تعالوا هنا. الطريق يؤدي إلى هنا في الجبال. تقصد في الداخل؟ إن أردنا أن نكمل طريقنا علينا أن نعبر من هذا المنجم. منجم؟ منجم ناصور. جميل، ظننت أن الصحراء ستكون أصعب جزء. لا تقلقي، سيكون أسهل مما ظننت، فعائلتي تعرف هذه المناجم القديمة جيدا، سنخرج في وقت بسيط جدا، أنا أضمن لك هذا. سمعت من الرجل، فلنتحرك الآن، هيا. إنه مظلم جدا، كيف سترى؟ انتظري. هذا سيفي بالغرض. وما هذا؟ وسيلة للإنارة، راقبي هذا. هاي، ليس سيئا وليس جيدا أيضا، فهذا المكان يسبب لي الذعر. قد يبدو هذا المكان أجمل من دون إضاءة، فلنتابع المشي. هيا من هنا. عربات المنجم، هذه السكة ستقودنا إلى الخارج، هيا صعدوا. أنا والأولاد في المقدمة. اقشعر بدني من هذا المكان يا ديفيد. أتخافين من العظام؟ لم أقل إنني خائفة، قلت اقشعر بدني. إن كانت هذه المشكلة
خذي. نعم، إن كنت سترتدين معطف أحدنا فأنا أصر على أن يكون معطفي. شكرا. إنه دافئ. تمسكوا، سندخل النفق. أترون ذلك الضوء في الأسفل؟ هذا يعني أننا اقتربنا. وأخيرا نحن هنا، وقريبا الكريبتو سيكون لنا. نجحنا، لقد وصلنا إلى قلب روتينيا. علينا أن نسرق الكريبتوس ونأخذه إلى كيوسيتان. الكريبتوس ورد الصحراء. طاقتها هائلة وضوها مشع جدا، هيا لنأخذها. لقد مزقت أحد مجساتي. إنها تعاقبنا. لابد أن آلية دفاعية. أجل، دعني أجرب هذا. قوة الكريبتوس أكبر من قوتك، لا أصدق، مستحيل. علينا إيجاد حل بديل لنزع الكريبتوس، قوانا عديمة الفائدة. أعتقد أنني أرى المخرج. نيلا، أنا أرى الضوء. رائع، أنا بحاجة لهواء نقي. ديفيد، ما كان ذلك؟ لا تخافي يا أليس، مجرد نتوء في الطريق. حسنا جميعا، سنمر من تلة منحدرة، تمسكوا. سنحقق المحال ونهزم الأعداء في ساحات القتال. سنلقي الأشرار دروسا في معاني النضال، فنحن فرسان النزال. فيروسة تبي الأرض والحياة، بعزم من حديد سنواجه الطغاة. أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة. وين لكم يا أعداء الحياة؟ نحن هنا، جيوشكم لن تمر. لحمنا قاس ومر بنزالنا، سنريكم ما لا يسر. نحن هنا، جيوشكم لا لن تمر. لحمنا قاس ومر بنزالنا، سنريكم ما لا يسر. الخير دوما في النهاية ينصر.